أنا سلام الروجبيان، اليوم راح أخذكم جولة بمدينة بعشيقة. تقع بعشيقة شمال شرق مدينة الموصل. بعشيقة بها ثقافات وأديان وقوميات متنوعة وأزياء مختلفة ولهجة خاصة بأهالي بعشيقة تسمى البعشيقي. بعشيقة حقا مثال للتعايش السلمي، قد تفتح أبواب معبد لالش وقد يسمع صوت الأذان من الجوامع، وفي نفس الوقت يسمع صوت أجراس الكنائس في نفس الوقت. بعشيقة بيت العشق، تعشق العلم والعمل. وبعشيقة كلمة قديمة جدا في التاريخ لأنها تبدأ بحرف الباء، فكل المدن التي تبدأ في حرف الباء، بعشيقة، بعزاني، بطلة، بغداد، هي مدن قديمة. المرأة البعشيقية أثبتت وجودها أكثر من قبل النزوح، بحيث ساهمت بعدة المجالات، ساهمت بالمشاركة ويا الرجل بالعمل كافة دوائر الدولة. منطقة تشتهر فيها زراعة الزيتون وشجرة الزيتون، هي الشجرة المباركة وغصن الزيتون وعلامة السلام. وشجرة الزيتون نستفاد منها للإنارة في المراقد الدينية، للإنارة السراج يوضع فيه زيت الزيتون وينار في المزارات. 85% إلى 90% من أهالي بعشيقة النازحين رجعوا لبعشيقة بعد تحريرها. أكيد أنه السبب الرئيسي هي فتح المدارس وعودة بعض الدوائر الخدمية، الماء والكهرباء وإعادة الإعمار والبناء بعشيقة كان لها الدور أنه الناس يرجعوا لها. فهاي هي بعشيقة، إن شاء الله تكون عجبتكم وتكون حلوة مثل ما هي دائما عاجبتنا وحلوة بعيوننا.